صرنا بيتوتيين كتير، صرنا طول الوقت نقضي وقتنا بالبيت. بفضل عندي أهلا. ضلنا غير وأبشر بالخير، رجعناكم بحلقة جديدة جلسات البنات. ما تنسوا تفعلوا الجرس، تعملوا لنا سبسكرايب، وبهالمناسبة عنا لكم مسابقة بس بدكم تستنونا لآخر الحلقة لتشوفوا شو هي. طبعا موضوع اليوم حيكون عن عاداتنا برمضان اللي اختلفت قبل الوضع العالمي اللي هو كورونا. شو اختلفت منكم اللي عاداتكم مع الاهل برمضان بالفطور؟ شو مثلا هلا صار فيكم ما فيكم تزوروا مثلا اهلكم ما فيكم مثلا لبيتكم؟ صرنا بيتوتيين كثير، صرنا طول الوقت نقضي وقتنا بالبيت، فلهالسبب الحمد لله الله يخلي لنا جولدن سنت صار فينا نهدي نحن وقاعدين بالبيت، ويوصلنا هدايا من نحن وقاعدين بالبيت. فا ايه صرنا قبل كنا نروح مجالس، نقعد كافيات، هلا يا اما نروح بيوت وبدهم يكونوا بيوت مقربين لنضلنا حاملين حالنا، او نضلنا بالبيت ونحن بنعزم عالم. فمثل ما حكيتي لانه هو الشهر الفضيل وشهر الاهداء والكرم كرم والعطاء، فحبينا انه نركز على موضوع اهداء حبايبكم. ايه عصيرة الاهداء بنات، انتوا عادة يعني شو بتحبوا تهدوا؟ يعني كل حدا فيكم اكيد بحب يهدي نوع معين من العطورات يعني هيك قريبة لقلبه أكثر. أنا بعرف أنت جو تحبي النيش. بحب النيش، أنا كثير بحب النيش، ودائماً بهدي نيش برمضان، ودائماً هم ثلاث عطور اللي أنا بحب أنوع فيهم، يعني كل رمضان بعطي نفس الثلاث عطور بس لناس مختلفة. فواحدة أول واحدة منهم كريد أفنتس، طبعاً كريد يعني الكل عارف أكيد. وثاني واحدة ميمو باريس، كانت شو كان اسمها؟ Irish leather. وثالث واحدة كانت Parfume de Marly. حلو، Parfume de Marly. Elegant، classy، أكيد للمقامات العالية. أنا عربي، أنا عطور العربية بحسها يعني وقت الجو رمضان. أول واحدة اللي كتير بحبها هي الديم بيبي باودر، طبعا هذا العطر لانه هو خفيف خفيف ومو ثقيل لرمضان، بس نفس الوقت له اللمسه العربيه. وغير هيك عندكم اجمل رين دروبس، طبعا اجمل عندهم احسن عطر، انا اصلا اخترت اثنين من اجمل اللي بدهم بهديهم، الاجمل رين دروبس والاجمل مسك العروسه. طبعا هدول يعني ريحه نظافه بس حلو عربي وهيك خفيف حلو. هدول الثلاثه المفضلين عندي انا. أنا بالنسبة لي العطور الحصرية اللي عملها جولدن سان، أول شيء مقام، هاي عصري بس الموجود في جولدن سان. وثاني شيء بحب كتير كوزي، في كتير من حلو حلو للجو، بحب أكثر شيء بحبه البافي كوتن، لوني المفضل. على فكرة كوزي معطر للجو للبيت، فحلو تهدوه بس تكونوا رايحين عند عالم تعرفوا بالبيت، طبخ ريحة طبخ ريحة هيك، فرجون انه نحن مهتمين بالسراوندينج وبيتهم كيوت. اكيد اخر شيء بحب هو ام اي جاست فلاي، اللي هو عطر بناسب البنات والشباب، هو المفضل كمان على الكفر. مفضل عندي جاست فلاي يعني جنن. هلا انا شو بحب اهدي ولا شو بحب؟ انا اوريدي قلت لبرمضان بحب العطور العربيه، بس لما بدي اهدي لانه مش كل العالم بتحب العطور العربيه اللي فيها عود وعنبر، بحب الانترناشونال برفيومز اللي هي العطور العالميه، هول دائما بحط ايدي واجري بمي بارده انه شو ما هديتها حدا حيعجبه، اللي هو بلاك اوبيوم اف سالوران، فيرزاتشي كريستال نواخ، ثالث وحدة مارينا دي بيربون رويال مارينا انتنس. هولي الثلاث عطور فخامة وكل العالم بتحبها على فكرة يعني. هو طبعا حلو انه احنا بجولدن سنت عنا كل هذول الكاتيجوريز المختلفة، ففيكم تجيبوا الهدايا حسب ذوق اي حدا اللي انتم بتحبوه. طبعا وبلاس هلا الحلو لانه برمضان فيكم تهدوا، احنا هلا عنا تغليف، عنا كثير اشياء بتقدروا تزيدوا من هديتكم. المسابعة عندي. كل اللي لازم تعملوا كومنت، لايك، سبسكرايب وشير. كلها انت ورفيقك. فلازم حتكون الهدية واحدة لك، واحدة لرفيقك، او واحدة لك واحدة لرفيقتك. بدك تعملي لها شير للفيديو، بدك تعملوا كومنت،
ولايك واكيد سبسكرايب. فما تنسوا تعملوا كل هالاشياء طبعا لانه هو موضوع الاهداء وشهر الاهداء، فحبينا انه احنا نقولكم لكم انتوا اولى احبتكم. ان شاء الله يكون عجبكم الحلقه هاي ونشوفكم الحلقه بالتوفيق.